انطلقت اليوم عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 29 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية خارج المملكة. وأكدت اللجنة التنفيذية لانتخابات 2018 أن عملية الاقتراع في الخارج تبدأ من الساعة 8 صباحا وتستمر حتى 8 مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد بها السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية. وأشارت اللجنة التنفيذية إلى أنه وبالتنسيق مع وزارة الخارجية تم الانتهاء من كل الاستعدادات لتأمين تسهيل ممارسة المواطنين المتواجدين خارج المملكة حقهم في الانتخاب. ونوهت اللجنة أنه في الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجرى الانتخابات يوم الثلاثاء الموافق 27 من نوفمبر الجاري.